يا صالح مخيلة أعرف له صاحب السيارة اللي وراي عيال أحد سكان الكفرة قبل تسوية طبعا. والله هي انسرقت طبعا في بداية الأحداث المشكلة الأخيرة هي بس بالضبط كم الهامش ما ذاكرت تقريبا هيك يا عرفت له. طبعا تمت سرقة السيارة هي بعد حرق الحوش وبعد حرق سيارة ثانية عندنا في الحوش بعد سرقة الممتلكات كلها يعني عرفت ولا. والله يما طبعا سلموها الدرع ليبيا ودرع ليبيا انا تو استلمت منها. لا لا والله على كلام هم قالوا ان هم جو سلموها عرفت ان تبوا هم اللي جو سلموها لدرع ليبيا عرفت. داير فيها بلاغ السيارة. داير فيها بلاغ ومكلم درع ليبيا من قبل يعني اللي هي كمل ان كلم فيها درع ليبيا. والله كويس تقدر تقول امن مستتب لكن ما زال طبعا ما زال ما حققوش المطالب اللي نبوها نحن عرفت ولا. واذا كان ما تحققش مطالب انا ما اعتقدش انه حيفض النزاع يعني بين زويه وتبويا يعني احنا بنقيسه بعدد الايام يعني كان تقريبا درع ليبيا فعليا الارض لها 4 ايام بعد 4 ايام من استلام درع ليبيا للمدينه كيف ترى في المدينه؟ والله المدينه حالها كويس عرفت ولا يعني هل تعتبره انجاز ولا مش انجاز؟ لا لا انجاز يا سلام انجاز عرفت. لكن انت طبعا في مطالب نحن نبون وفي مطالب يبون هم ضروري انت انك انت تحقق المطالب هم صح يعني ان الفتره بتاعهم توا الفتره يعني نحن من انا ما نبش لكن اللي بنعرفه هل لمده 4 ايام الشغل اللي دار هل مبشر كويس ولا لا؟ والله الامنيه يعني من الناحيه الامنيه كويس يعني يعني في انجاز في انجاز لا انجاز وانجاز واضح يعني عرفت. متأملين خير ان شاء الله؟ والله نقول ان شاء الله نقول ان شاء الله بس يا ريت يعني تحقيق المطالب. شنو تعاون السكان؟ تعاون السكان قاعد واضح السكان من جو القوات الجيش كلهم يعني مش درع ليبيا بس من جو الجيش كلهم يعني متعاونين معاهم وما داروش اي حاجه. اللي عنده حد ميت اللي عنده وانا هذه السياره هذا اللي وراي هذه ولا تلاقي في ظن عمي وتلاقي في انا شخصيا تبرم وما كلمتهمش مع انا سيارتي ونقدر اني نرمي فيه لانه هو سارق وسارق رزقي فهمت علي؟ لا حارق بيتي وحارق كل شيء مع لاني انا احترمت الناس اللي جايه من برا واحترمت ال شو اسمه احترمتهم وقدرتهم وما بديتش نقرب اي حاجه فهمت علي؟ وكنا طبعا متعاونين كلنا بالنسبه لاهالي الكفره كافه يعني كانوا متعاونين وهم برواحهم يشهدوا بالشيء هذا ان شاء الله. تمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. عمار ماضي قوات درع ليبيا. طول عمر عمر ما سمعت عن دراسه موضوع السياره. نعم هل انت قبضتوا عليه ولا سرقتوه؟ والله في الحقيقه عندما جرت محاورات ولقاءات ما بين الجانبين مع قبيله الزويه وقبيله التبو طبعا بغض النظر عن المطالب المطلوبة من قبيلتين هذا يعني شيء يعني لابد أن يكون فيه لجان مختصة بهذا الموضوع. احنا بس نقدر نقطة السيارة سلمتوها ولا قبضتوها؟ لا السيارة بصدق سلموها اللي هم الناس العقلاء والناس اللي يسعوا للإصلاح في من قبيلة التبو الرتيف اللي هو الأخ حسن موسى. أخ حسن موسى اللي هو المنسق العسكري والسياسي للتبو لما اتصلنا به واتصل به يعني الشيخ وسام بن حميد هو أمر قوات درع ليبيا فقام باتصالات وصدق بأمانة يعني يدل على أنهم ناس يسعوا للإصلاح جابوا السيارة وسلموها يعني بأنفسهم. والله بالنسبة للتعاون تعاون يعني جيد يعني بخصوص يعني من 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 ناحية القبيلتين تمام ولكن يواجه فينا بعض الصعوبات يعني من الناحية الأمنية اللي هو طبعا تجول السيارات المسلحة والتجول بالسلاح واجهتنا يعني مشاكل يعني بخصوص يعني من شباب قبيلة زوية الغالبية منهم
يعني اللي هم منحرفين في قبيلة جوية، يعني يعرقلوا في سير العملية الأمنية في مدينة كفرة. هل في توجيهات أمنية صارمة يعني؟ نعم طبعا، نحن قررنا على موضوع هدنة لمدة 4 أيام والمدة انتهت تمام، وأضفنا يومين تاليين. الآن ستكون في إجراءات أمنية صارمة لكل من يريد الإخلال بالأمن، الإخلال بالنظام، أو يدعو إلى إثارة الفتن، أو مثلا يدعو إلى مثلا إلى أحداث مناوشات مثلا من بين الجانبين، أو أحداث مناوشات مع قوات درع ليبيا، ستكون هناك يد من حديد بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. بارك الله.